اهلا بكم اصحاب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه اسمها النينجا حاجه كده، مش متاكد بس هي النينجا حاجه. هي لعبه صعبه قوي وهوريكم ازاي تكسبوها. يلا بينا نلعب اهو. وانا لما كنت بلعبها مع نفسي يعني وصلت لدور 7 سهل. نلعب دور واحد طبعا، انتوا عارفين لازم تكتروا دي علشان يجيلكم فلوس، وتضربوا ده في ظهره عشان لو ضربتوه في الدرع ملهاش اي فايدة. عارفين طبعا الحاجة دي. ولو في اي حاجة حد مش عارفها يكتب لي في التعليقات. طبعا برضو انتوا عارفين لازم الشكل ده، يعني اللي هو اللي عليه شكل مسدس، لازم تكسروه علشان يجيلكم فلوس. كسرناه كل الفلوس دي من حقنا. موت ده، بس ما اعرفش هي شكل الورق الاصفر ده بيعمل ايه. بس كسبنا ريستوري، كسبنا نيكست ليفل. يجي اللي بعدي. برضو خلي بالكم من الشكل الأحمر ده، لأنه مش عشان الأسود الليل، يعني مع الأحمر ما بيبانش خالص، يعني بيبان شوية صغيرين محدش بياخد باله منه. فانتوا خدوا بالكم منه لأنه بيخسر في ثواني. وخلي بالكم برضو من الشوكة اللي طالعة دي، ابعدوا عنها او تضربوا عليها سهم بعدها تبعدوا، علشان لو جتت عليكم بتقلل من هلسكم، يعني مش بتقلل من هلسكم بس بتخسركم كلكم، تخسر ارواحكم كلكم، بتخليكم تخسروا خالص خالص اصلا. احنا الاتنين متنا، وفي حفرة اهي نسيتها. فلوس كتيرة، بس ده نطة النينجا ده جامدة قوي قوية. تخيلوا بقى لو انتوا نطتوها. وحفرة تانية، كسبنا. دي ستوري للدور اللي بعدي، دور تلاتة. خلي بالكم برضو من الشوك ده، صغير قوي ومش بيبان كويس. وطبعا لا، وانتوا عارفين لازم تيجوا على دي علشان الحاجة الخضراء اللي بتنور اللي هناك دي، علشان لما تخسروا تروحوا فيها مش تروحوا في مكان تاني. وخلي بالكم من البتاع الاخضر ده اللي يشبه السم ده، يعني ده لو جيت عليه بيموتكم في ثواني. اي حاجة بتيجوا عليها بتموتكم في ثواني، مش بتقلل حتة منكم. يعني خسرت، شفتوا؟ صح، في هنا حفرة برضه، بس ازاي اخشها؟ كويس الحمد لله خشيتها. لا خلي بالكم من ده، بيضرب يعني مش بتاخدوا بالكم منه، يعني بيشتتكم، تحسوا كأن الضربة بتاعته هي الضربة بتاعتكم. بس الشوكة دي في أول حتة، ازاي بقى الأدوار بتتكسب بسرعة أوي كده؟ ليه يعني مبتاخدش وقت؟ ماشي. لأ يا كل مرة ازاي؟ لأ في حاجة غلط، أنا نطيت وهو ضرب عليا، ولا أول ما هو ضرب أنا نطيت فجأة.
ضربة جت عليا. حفرة اهي، وكمان في حفر يعني في اماكن تبقى عامله لكم فخ، تبقى شايفينكم اذكياء ولا لا، يعني تبقى في هنا حته وانتم مثلا تقولوا ايه ده، هو ازاي الحته دي مسدوده، فتلاقوا المسدس تدوس عليه فتضل تبين لكم الحفره دي وتمشوا بقى عند المكان. وخلي بالكم برضو اهو كان في شوك. يا ضربته في راسه ومات في ثواني، يا ضربة جامدة قوي، حلوة الضربة دي. وحفرة تانية، كذا حفرة، مش عارف هما كام حفرة. شكل الورقة الصفرة دي المنورة بتعمل حاجة، انا افتكرت بتفتح لي دور الوحش الاخير احتمال يعني، بس مهمة في حاجات، احتمال تكون مهمة في حاجات، بس خدوها، انا برضو مش هسيبها، خدها. مش لازم الاختفاء ده بتاع اللي بيفتكروني كغصن الشجرة، مش حلو قوي، يعني انتوا من نفسكم تكسبوا، مش لازم تختفوا. لا لا لا، نور كانت هتيجي عليا، كانت تشتغل تاني، بس لو قربتوا تخسروا وخلصت في حد هيضربكم تدوسوا على اللي بتخليكم تتحولوا لغصن شجرة. طبعا انتوا عارفين في المكانها، سريع قوي بيضرب بقوة خارقة، بيجري كده عليا. ايه ده؟ لا بس ايه ده، ازاي انا نطيت يعني والنار اول ما مشيت انا نطيت؟ لا بقى كده، فيها شوك. لا ايه ده، ازاي ده، ما خدتش بالي منه، اول ما جيت كده في ثواني ضربني ثانية، ما سب حتى ما ادانيش فرصة يعني. لا اوعى تضربني، حقهم يموتوا في اول ضربة. بس ازاي يعني الصخرة دي بتطير حتى لو وقفت عليها واقفة، ولا الجاذبية ضعيفة؟ بس لو الجاذبية ضعيفة الجاذبية ضعيفة كده، بس مش للدرجة دي يعني، لو الجاذبية ضعيفة بتميل كده وكده. اللعبة يعني مش حقيقي، حفرة. طب ايه الصعوبة دي؟ طب رحت لها ازاي؟ رحت لها الحمد لله. شكل مخيف، تحس لو انت مشيت كده في المكان ده الوحيد كده تحس بخوف ومعكش حد. انا مسميها الضربة السريعة، الضربة السريعة. لا
وحفر تاني. ليه كل الحفر دي؟ ولا حتى 50 حفرة في كل الأدوار؟ لا اوعى. لا ازاي لمستني كل ده؟ رجعته يا خسارة، كل اللي انا عديته ده رجعه. ناقص لي اخر مرة، اخر مرة. يا رب انجح. لا انا خايف اخسر. طب اعمل ايه بقى؟ اهو اهو، يلا يلا اهو. مش مشكلة بقى الفلوس، مش مشكلة. ولا اهو هعرف. لا لا خلاص، مش مشكلة، كسبنا الدور اهو الحمد لله. كنا قربنا نخسر. كويس، عيد عدد ارواحي من جديد. اخسر ليه في اول مرة؟ ده لما بيموت بيلف، شكله مضحك قوي. اه حفرة هناك، في حفرة هنا. موت. طب ازاي اروح في الحتة دي كده؟ لا ازاي اجيبها؟ لا اوعى اوعى، خسرت. اديلك فرصة يا نار تعملي شوية. لو في حتة زي طويلة كده انتوا مش عارفين تعدوها، تعملوها بالضربة السريعة. دي غلسة قوي الحتة دي، مش محتاجة يعني البتاع اللي بتلف، مش محتاجة. طب فايدتها ايه؟ طالما هي ملهاش فايدة ليه جابوها؟ واللي ماسك درع ده لما بيموت اهو، شو لما بيموت بيرفع ايده لفوق. نشوفها تاني. كل دول اهو ضربتهم هما التلاتة. يا كنت هاجي عليها، كنت قربت اجي عليها. وفي ناس، في يعني ناس اشرار بيموتوا في ضربتين، والتانيين بيموتوا في تلاتة، والتانيين بيموتوا في ضربة. اختلاف حفرة هيك. على حسب الأضعف والأقوى. ايه ده؟ يا برضو رجعنا مرة تانية، دي تاني مرة نرجع كل الأماكن دي. تاني مرة
جبنة جزينة موتك، مكنتش عارفة اضربه خالص، ده سريع قوي. في حفرة هنا، شكلي في حفرة. اه في حفرة، ما خدتش بالي منها، معلش. طب كانوا يوسعوا الحتة، يعني كانوا يوسعوا السم ده، يوسعوا شوية علشان ما نطش كده مرتين في وقت واحد. هو ده دور كام؟ ده مش متأكد، ده دور كام لو جيم، يعني مش دور جيم، احتمال يكون جيم 7 أو 8. ولو في مكان أنا، يعني لو كان، لو في حتة كان فيها فلوس وأنا عديتها، اكتبولي في التعليقات. يا هلس بقى، اضربك انت ازاي، موتك اهو. الحمد لله انك مت في ضربة، لانك لو كنت مت في كذا ضربة ما كنتش هعرف كم اضرب فيك اكتر. يا خلي بالكم بقى من البتاعة دي، ده شكوش قصدي سكينة. طب اديني فرصة اضربك ضربة، انت بتاخد كذا ضربة، انا باخد ضربة واحدة. حفرة اهي. لا يا نهار ابيض، ده اتحفر، شفتوه عمل ازاي، حاول ينط ومش عارف. مضحك قوي. مضحك موت. شكلنا قربنا على البوس، دور رئيس الوحوش. طب اديني فرصة واحدة بالوحش. حفرة تانية، ده كم حفرة؟ 50 حفرة يعني. خمسين حفرة ايه؟ لا بقى، اللي رجعتوني كل ده خسارة عليكم. يا رب بقى انجح، انا ناقص لي اخر روح. مش كل مرة يعني، لازم بقى اعدل على الراجل ده، خلي قوي، هو لسه ضعيف شوية. هو حفرة تاني، انتوا عارفين بقى الحتة دي بتتعدي ازاي؟ بتتعدي بكده، بتتعدي بالنط خالص، لانكم لو نطيتوا هتخسروا. شفت كده؟ دي هتوديني لفين دي؟ فكرة هتودي لغاية هناك وتخسر. هعدل بقى.
ماشي. لا مش ده كل ده. طب ما دي كده كده قوية، ولا بيقولوا لنا بالطول مرة تانية؟ شوف بس اهو عدلنا، نشوف ده. لا لا احنا في دور 8، بعديه الوحش. دور الوحش ده بقى خلي بالكم، ده فيه ده بيعمل مهارات جامدة. لا لا حقك تمشي ماشية طويلة، مش تلف كده بالسرعة دي، ولا خدعني. ده بيخدع بعد النار كده، شك على طول. كنت حاسس ان انا هخسر، كنت حاسس. يا نهار ابيض، طب ازاي يعني، ازاي اعديها؟ ده في المكان ده خسرت 4 مرات، قصدي 2 مرتين، ازاي 4 مرات؟ اقف على دي كده، هو اصلا شافني علشان يضربني، يعني انا بنط وهو ضرب. بوظت الحتة الصعبة ليه يعني؟ طب ليه الصعوبة دي؟ رجعت كذا مرة. يا ربي اهو موتهم، اصل اللي بينرفزني انا ممكن ادمره، واللي بيعصبني ده انا هطلع كل القوة اللي في لا دي كانت لونها كده مع لون السما. طب ليه نطيت؟ ايه اللي خلاني انط؟ اصلي اخر مرة، مش كل مرة بقى، مش كل مرة. ايه ده ازاي؟ خلاص. طب ازاي يعني؟ وبعدين رجعنا مرة تانية، بس ايه ده، دي عملت فيه خدعة جامدة قوي. ازاي تضرب نور كده وانا بفتحها؟ لازم بقى تضربه وانتوا بعيد، اطلقي بقى النور اللي فيكي وبعديها اهرب بسرعة لأن النار هتيجي. لا الحتة دي بس صعبة، بتخسر. بس كان حق الشوك لما يشوفني، كان حقه يطلع. ازاي بقى مطلعش؟ اذا انا جيت على النار، طب طالما انا جيت على النار ازاي ما خسرتش؟ لا لا هي بعد يعني بعد وقت شوية صغيرين يعني. حفرة دي مش باينة نهائيا، كل بعد 3 ثواني اكيد تعمل تسكت 3 ثواني او 4 ثواني. حفرة تانية، بس ايه الشوك الطويل ده؟ وايه لو لمستكم هتخسروا طبعا. هي بتتهز كده وكده، وبعديها هتطلق علشان تعرفكم اللي هي هتضرب. كسبنا الدور الغلس، دور غلس فعلا. ريستوري
دور الوحش. دور الوحش مش على طول كده يعني. دور الوحش كل دول بس القمر كان كبير في الأول، ليه بقى ما فضلش على حالته؟ دلوقتي بقى شكله صغير، شكل في حفرة. اه في حفرة هنا. بس ساعات الطلقة الواحدة بتبقى بمرتين، يعني بتعدي اللي ورا. ضربتكم كلكم مع بعض وخسرتوا. على الله لوحديكم كده، كلكم متوا علشان محدش يزعل ويقول ده مات كده. بس أروحي حفرة. ماشي. يا كل ده وايه لازمة السلم ده؟ اتنين اتنين يظهر ابيض. تخيلوا اتنين. ايوه كده في حفرة هنا. طب اجيبها ازاي دي؟ جبتها اهي، كنت هقع بسبب الحفرة. طب انا انط ازاي؟ اضحي بنفسي عشان انط مثلا؟ طيب ازاي يعني؟ مش هتعرف تضربني، انت اطول مني. لا انت في ارض اطول. انت فاكر نفسك ايه يعني؟ ايه ده ضربني بس عشان انا نطيت؟ ايوه كده. طب ما افرض بقى لو قلنا حاجة، لو احنا لو في اخر اللحظة، في اخر اللحظة انا موت فيها الوحش. ايه ده؟ في اخر اللحظة انا موت فيها الوحش ده. انا اتخضيت. واحنا بقى الاتنين موتنا مع بعض، اللي هيحصل؟ لا يس. ده انا اتخضيت اول ما شفته، افتكرته حارس ضخم. نسيت ان ده دور الوحش. ده وحش غلس 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 قوي. ده حتى ينرفز، شكله ينرفز. الضربة سريعة بس ما اثرتش فيه. ينرفز. مش بيقل كتير. بس اول ما يوصل لنصه هيعمل المهارة السريعة او ربع اكيد. تغلس. بس انا قعدت اخليه يضرب يمين شمال يمين شمال. يا لا بقى سريع. طب اعمل ايه يا رب؟ سريع ازاي اضربه بقى؟
طب طالما هو سريع ازاي يضربك؟ ايه ده المهارة السريعة؟ ضربة السريعة دي ما بتأثرش فيه خالص. طب ازاي بقى يعني السهم بيأثر فيه؟ المهارة السريعة الضربة السريعة دي ما بتأثرش فيه، حاجة غريبة. بس السكينة بتاعته شكلها ينرفز حقيقي، شكلها يعصب. هي مات مات اخيرا. بس ماله عمل ايده كده؟ لان افتكرته هيصحى تاني. مات اخيرا. ماشي كده خلاص يا صحابي، هنكمل بقى. بصوا يا صحابي المكان ده هنكمله في الفيديو اللي بعدين. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وما تنسوش برضو سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد مني. وباي باي، مع السلامة.